توب توب. مرحبا بكم في فيديو جديد. صراحه الفيديو ديال اليوم كنت باغا نشارك معكم نهاري كامل كيفاش غادي يدوز، حيت ما خدمتش، بقيت في الدار وكان عندي بزاف ديال لي بروغرام باغا نديرهم. كنت باغا نخرج لواحد الريستورون ونشارك معكم لي ريستورون في هذا الصيف. في الاخر وانا نبدل الراي ديالي وقلت غنبقى في الدار وغنخمم الدار وغنحيد كاع حوايج البرد ونجبد حوايج الصيف. هي كتقال في جوج كلمات ولكن تمارا اللي فيها بزاف. وخملت شويه الدار ودابا جاتني ابل من الخدمه كيخصني نمشي للخدمه، ولكن منين خارجه من الخدمه غادي ندوش وغادي نقاد الميكاب ديالي حيت غادي نخرج مع صحباتي في العشيه. كانوا شي بنات صيفطوا ليا قالوا لي مريم شاركي معنا الميكاب اللي كديري. صراحه انا الميكاب ديالي نقدروا نقولوا انني انا نول في الميكاب، ما عنديش خبره وما عنديش خبره كبيره في الميكاب، ولكن غادي نشارك معكم كوم الميكاب اللي غادي ندير. ما عنديش لا ليميير مجهده حيت خسرت ليا لا ليميير ديالي، مي غنحاول نشارك معكم ديكشي اللي كاين. وما تضحكوش في لا فيديو ديال الميكاب حيت جو سي كما كنعرفش ندير الميكاب، واخا هكاك غنشاركوا معكم حيت الناس قالوا لي شاركيه معنا باش ما يعاودوش يقولوها ليا. اي نتسناو في لا فيديو كيفاش غيخرج الميكاب وما تضحكوش عليا، كنعاود نقول لكم ما تضحكوش عليا. اول حاجه غندير ماسك باش نوجد لابو ديالي الميكاب. دابا غادي ندوزو لتسريح الشعر، وقبل ما نشفو غادي ندير هاد لو لا كريم ديال اولابليكس. يا راه مازال عامرة ولكن جامدة. بغيت نعاود نغسلو في لا من مور ما نشفت شعري ونتاكدوا ان الشعر نشفناه مزيان غادي نبدا نصايبو بالبلاك. اي هاد البلاك يلاه شريتها دابا يومين، جربتها البارح الصراحه صايبه زوين، واخا شريتها ب 40 دولار جونس. دابا غادي نبداو الميكاب. والله الا شحال من بنت كتبت لي مريم ملي تكوني ديري الميكاب ورنا الميكاب اللي كديري. اول حاجه كندير ديال هدى بيوري، صبعي مرفوح باقي لك كترت درت كيلو ورخص غير شويه. لي تري ناتوريل بحال ما دايره والو.
نديرو اسيادنا لوكي سيرم و نبلانديو بحال ما هكا 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 شتو هكا 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 مزيان. هنا والله ما عرفت علاش كنشوف الميكاب ارتست كيديرو هنايا و انا درتو علاش ما نكذبش عليكم ما عنديش شي فكره محدده شتو نديرو درتو تانتو اش توني درتو ديروه. ودابا اسيادنا من مور ما درنا لونتيسير قال لك خصك وجهك تيبقى كيبري ما خصوش يبقى كيبري واخا انا كيعجبني ملي كيبقى كيبري. قال لك خصك ديري لا بودغ شي ما شرينا واحد لا بودغ ديال ماك نديرو بحال دابا هنا هانتوما شوفوك كيبري مابقاش كيبري واخا ما كتعجبنيش الصراحه هاد لا بودغ ما كنعرفش نديرها مي غنجربوها باش كنديرها كيبقى يبان الوجه ما عرفتش نضبب مي ما كيبقاش داك البغيان في الوجه داك البغيان كيعجبني يا بغات تدير كي جيت زوينه قالك اختي غتاخدي هاد الكخايم وغادي تجي للحجبان هنا القدام وديري له هكا 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 شتو ومن مور ما نديرو قالك نشطو حجباننا بهذا ديال أناستازيا. هذا واحد النهار دخلت لسيفورا بان لي البنات واقفين عليه وكي كيشريو فيه انا ناخذو حتى انا ولكن راه تيفيكسي زوين تيمشط تيمشط الحجبان مزيان وكيفيكسيه مزيان. صحاباتي اسمحوا لي راه تعطلت عليكم انا عارفاكم تتفرجوا في هذا الفيديو وتقولوا لي ها علاش تعطلتي والله الا راه مشيت للخدمه هي اللي عطلتني. هنا اسيادنا سالينا هادشي ديال الوجه غنديرو برونزر ديال تيراكوتا ديال غيرلان نلبس البيطلك الحمر اللي غندير غندير بون انا ديما كندير البون سيدنا غنديرو الباليطا ديال هدى بيوري دابا غنديرو المارون فرونسي شوية نديروه باللحم ندورو بحال هكا فاش كيجي شوية هنا غوز وهنيا مارون فرونسي ديرو نفس الحاجة في العين الأخرى دابا غناخدو الفرنسي وغادي نجيو من هنا من هنا نديرو تاني ندورو هادي اللي دايره بحال هكا وغادي ناخذ بها الماغون وغنديروها من التحت كمان حيدو داك الكحل نعاود نديرو البغل جيتيني في الوقت اللي خصني كونسونطراسيون طوطال بيت بحال كليوباترا غادي نجربو هنا لانكون الريسيل ديالها كيفاش غيطلع لينا الحجبان اشكر غادي نشوفو
تو فيس كيفاش غادي يطلع لينا العين. قال لك تاي زين خلفهم شويه كان طلع على البراج ديال الماك برونزر. ديال البراوندر ندير واحد ندير شويه هنا هنا ما عرفتش علاش غير شفتو هنا فرقني شويه باش طونطي ديال البراون ديالو. غادي نديرو هاد العكار دابا نكونو سالينا الميكاب هذاك الشيء اللي صايبنا في شعر بوكلي طاح. هاد لاغوب صراحة جو بخيفير هادي عجبتني بلوس كومسا. وجيت نقول لكم تلت كات فوا من فينا المختاريت هادي وجيت نقول لكم جيسبر يكون الفيديو عجبكم جيسبر يكون لو لوك عجبكم. قولوا لي في لي كومونتير كي جاكم الميك اب الشعر الكسوه هنا هي اللي عجبتكم اكثر.